الشيخ ابن حبان رحمة الله عليه في مقدمة الكتاب ده قال على اللي هو عايز يعمله، تكلم عن هذا اللي هو شرطه في الكتاب اللي يشمل الكتاب، تكلم عنه في أول الكتاب وتكلم عنه في تقريبا الجزء الخامس وتكلم عنه خارج الكتاب. ومجموع الكلام أو اللي كده إن هو مثلا في كتاب اللي هو الأولاني اللي هو الجزء الأول ده في صفحة 11 و12 يقول كده الكلام، ولا أذكر في هذا الكتاب، هو طبعا الأول قال إن أنا هترجم في الكتاب ده من أول الصحابة لغاية عصري أنا، يعني يشمل 4 قرون بس الثقات. طب ايه بقى شرطك يا مولانا؟ ولا اذكر في هذا الكتاب الاول الا الثقات، ادي لفظ التوثيق اهو، الذين يجوز الاحتجاج بخبرهم. خلاص كده؟ رجع تاني قال في نفس الصفحة بعد شوية، فكل من أذكره في هذا الكتاب فهو صدوق. طب ما أنت هناك من الأول بتقول الثقات ولسه الصفحة ما خلصتش، قال عشان كده أنت تفوق، أنت تعبدش بالألفاظ وإنما شوف الفكرة، شوف هو هيقول إيه كله على بعضه. طبعا أنت ما تدوس الحاسب يجيب لك السطر اللي فوقاني الثقات بس، ما يجيش صدوق ده إلا أنت إذا قريت في نفس الصفحة من تحت، ولا أذكره، كل من أذكره في هذا الكتاب فهو صدوق. يجوز الاحتجاج بخبره. طيب خلاص على كده؟ قال لا، ما الحاجة تاني؟ قال إذا، وخلي بالك من إذا دي، لأن كثير منا يغفل عن ما بعد إذا. إذا تعرى خبره عن خصال 5، وأصبح بذلك إن ذكر الراجل ده ما يقتضيش لأنه صدوق ولا إنه ثقة إلا لما تفحص لي أنت الخمسة دول. إذن الناس اللي مذكورة في ده لسه عايزة غربلة، وأنه مجرد الذكر ما يديش بمنطوق كلام ابن حبان إن مش كل اللي أذكره في ده ثقة على طول. ولذلك لما نروح احنا بقى عشان نعمل كوبليه يعني ملفت، نقول ان اللي ذكروا ابن حبان في الثقات ليس كلهم ثقات حتى عند ابن حبان. ليه؟ قال لانه قال الراجل ده يبقى ثقه ولا صدوق اذا، ما قالش على طول. فانت خلي بالك من اذا، مش تعمل لا تقرب الصلاه، لا إذا يقول لا. طب إيه رأيك إن إذا دي ما تنفعش؟ ليه يا عم الحاج خلينا ماشيين؟ قال لك لأن ابن حبان في ترجمة مالك بن الخير الزيادي ده في اللسان قال ذكره ابن حبان في الثقات فهو ثقة عنده، يبقى ما فيش بقى إذا ولا حاجة. قال لك لا، هو ابن حبان مش هيقول دي بس، ده هيقول 50 حاجة بعد كده، فانت ما تلقطش حتة وتبني عليها بيت وهو شوية مية هيخلوها تقع كلها. اقرأ التقريب تجد مئات ممن قال فيه مجهول تلاقيه في الكاشف يقول ذكره ابن حبان في الثقات. فيبقى لازم تجمع له كلامه عشان خاطر المسألة ايه، ويجيب واحد تاني هو يقول عليه في الثقات يخطئ، فهو يقول إذا كان ليس له إلا حديثين ويخطئ،
فيبقى فاضل له ايه؟ يبقى معناته ان الكلام فيه تفصيل جوه. خلينا نقول اذا بتاع الشيخ يقول لك اذا تعرى خبره عن خصال خمس، اذا وجد خبر منكر عن واحد ممن اذكره في كتابي هذا فان ذلك الخبر لا ينفك من احدى خمس خصال، اما ان يكون فوق الشيخ الذي ذكرت اسمه في كتابي هذا في الاسناد رجل ضعيف، معناه انه عشان يطلع ثقه لازم يبقى اللي فوق منه ايه؟ ثقه، لانه هيجي بعد كده في جزء سته يقول الرجل يبقى ثقه اذا كان فوقه ثقه وتحته ثقه ولم ياتي بخبر منكر. الجزء السادس لو حبيت انك انت تجيبه اهو، ما نعملش زي اللي ضيع الخطبه. وفي الجزء السادس انا مصور الورقه ان شاء الله انها هتطلع اهو، في ترجمه راشد بن كيسان 6303 يقول مستقيم الحديث اذا كان فوقه ودونه ثقه مشهور. فاصبح هو قال لك عشان خاطر الراجل ده يمشي لازم يبقى فوقه ثقه وتحته ثقه. امسك انت بقى ال 17000 دول اللي هو ذكرهم، بلاش اللي فوق منه، اللي فوق منه احنا مسلمين له ان هو لما يكون راجل فوق منه شيخه ضعيف ما يجرحش في التلميذ. لكني اصلا عشان ندي للراجل ده العداله احنا بنرفع جهالته يا بواحد يا باثنين. مش ده الكلام القاعده اللي احنا كلنا ماشيين عليها؟ قال خلاص اذا نمسك انت اللي تحته بس. هو قال لازم يكون اللي تحته ثقه. هل ال 17000 دول لو مسكتهم انت وراجعتهم هتلاقي ان كل تلميذ لهذا الراوي ثقه؟ فاذا اشتراط ابن حبان نفسه الموجود في كلامه انه لا يقرر لك ان كل من اذكره في الكتاب فهو ثقه دون اضافه نوع من البحث من جانبك انت. فإذا لم تقم بالبحث هذا فلا يتكفل لك هو بتوثيق هذا الرجل، وخاصة اللي هو تلميذه ثقة. ده هو يقول لك الراجل ده ثقة إذا كان من فوقه ثقة ومن دونه ثقة. فاللي فوقه خلينا نقول إنه مش ده مطلوب عشان نحكم على الحديث، لكن عشان نحكم على الراوي نحن بحاجة إلى تحقيق الشرط الأول، وهو أن يكون من دونه اللي هو تلميذه ثقة. امسك أنت دول ال 17000 حسب ما يمتد عمرك المديد، وشوف إن هو كل التلاميذ اللي ذكرهم للمذكورين في دول تقدر تثبت توثيقهم ولا لا. فاللي ما يطلعش ثقة لأنه هو في الموضع ده في جزء ستة بيضعف الراجل على أساس إن اللي تحت منه ضعيف، بيقول طالما إن تلميذه ضعيف أنا ما وثقوش. طب أمال ذكرته في الثقات ليه؟ قال أنا ذكرت الكتاب في الثقات المشروع ده كان على نيتي الأول إن أعمل كده، لكن ما جيت أشتغل خرجت عن الشرط ده إلى أبد الآبدين. طب يا راجل مش تقول عشان قال انا قلت لكم انكم انتوا تقروا خمس تسطر ويبقى ثقات ابن حبان خلصت؟ انتوا اللي ورطتوا نفسكم. ده فيه مواضع يا مولانا ذاكر خمسه ورا بعض وقال هؤلاء جميعا لا احتج بهم لان مذهبهم رديء. لما حاططهم ليه؟ قال عشان انت تقراهم، وان انت ما تكبش بالكوم وتحطه في جيبك وتتكل على الله. دور اللي في جيبك، قد يكون اشياء مزوره قد يكون كده. لذلك ان حتى لو قلنا على شرطه اهو منطوق كلامه، احنا مش عايزين منكم الا شرط واحد بس،
أن يكون تلامذته حسب شرطه. خلوا لنا كل واحد في 17,000 دول أنه يطلع تلميذ الراوي ثقة، هو فيه موجود. يقول لك روى عنه عبد الله بن المبارك، ما أعرف عبد الله بن المبارك إذا روى عن واحد فهو ثقة. لكن تجيب بقى بعد كده في 17,000 كم واحد رواتهم ما تقدرش تثبت حالهم. فيبقى دول عند ابن حبان نفسه ما همش ثقات، يقول لك انت عملت بشرطي عشان خطر تلزمني ان انا وثقت الراجل، انا بريء من توثيقك ده. انا قلت لك هم خمس شروط، انه راح واحد منهم انت اللي مسؤول. فاصبح الان حكايه ذكر الراوي في ثقات ابن حبان ليس توثيقا بالاطلاق حتى عنده هو. ده اللي هو يفهم من هذا. اما تقرا جوه الكتاب تلاقي بقى، طبعا الكتاب اتكتب عليه دراسات كتيره، الشيخ الدكتور عداب الحمش هو عمل كتاب في منهجه في الجرح والتعديل، وكانت رساله في ام القرى، وهي لم تطبع للاسف حتى الان، لكن هي على المواقع موجوده. كتب يعني وجاب اشياء كثيره، لكن ما حلش حل نحط صباعنا عليه ونمشي. كتب كتاب برضو الرواه الذين سكت عنهم ابن حبان، ونشر الكتاب ده نشرته دار الافتاء السعوديه، ايضا ما حلش فيهم الحل. السبب ان الامام ابن حبان مسلكه في هذا الكتاب ليس على شرطه الذي في البدايه، وان النقول اللي بتنقل عنه من العلماء مع احترامنا الكبير لهم من متقدمين او متاخرين بتبنى على بدايه الكتاب. إن قال اللي هذكره هنا يبقى ثقة أو إنه هو صدوق، ولا خدش في اعتباره حكاية إذا دي. لكن إذا دخلت إذا ما عليك إلا إنك أنت تثبت لنا قضية واحدة اللي هتجيب تخرج كثيرين، وهو أن يكون تلميذ هذا المترجم له ثقة، فضلا بقى عن إنه هو ملوش خبر منكر أو كده. إذا قريت في الكتاب طبعا تلاقي كل الشروط اللي هنا دي فيه رواه خلفوها، بيقول لك الخمسه دول ورا بعض، وقال الخمسه دول لا احتج بهم. هو يذكر الراوي هنا ويقول كثير الخطأ،